أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: أعمل في مستشفى كبير ولدينا موظفون كفار كثر، وبعض إخواننا العاملين يلاطفونهم ويأكلون معهم، ومنهم من يحبونهم حبا شديدا ويقولون لأجل ترقيق قلوبهم طمعا في إسلامهم، فهل هذا الفعل جائز وما هو الضابط في ذلك؟ الدعوة ما هي بطريقة صداقتهم واللين معهم، ما هي بالدعوة بالطريقة هذه، عرض الدين عليهم وبيان سماحة الدين وبيان بطلان ما هم عليه، هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. وأما مصادقتهم والبشاشة في وجوههم لا بأس، لا يجوز هذا. أما الأكل معهم، الأكل معهم ما في بأس، إذا كان الطعام حلال في بأس تأكل معهم. وأما كونهم يعملون وانت تعمل في الوظيفة ما عليك منهم، هم يعملون عملهم وانت تعمل عملك، لكن لا تتخذهم أصدقاء ولا تتخذهم محبوبين لديك، خلهم يعملون وانت تعمل في شغلك. نعم.